عشرات الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. المنظمات الأممية تجدد تحذيراتها من تردي الأوضاع في غزة وتدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في القطاع. وكييف وبيرن تعلنان الإعداد لتنظيم قمة للسلام بشان أوكرانيا في سويسرا. الواحدة بعد منتصف الليل 11 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. مشاهدينا أهلا بكم، والبداية مع الزميل لؤي أباظة. لؤي أهلا بك، إليك تفضل. أهلا بك سوزان، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. استشهد 25 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. هذا وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 24,000 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، و 60,317 مصابا، وأكثر من 8,000 مفقود. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لتجنب التصعيد الإقليمي. وقال غوتيريش إن الهجمات التي نفذتها القوات الإسرائيلية على غزة على مدى 100 يوم أطلقت العنان لدمار شامل ومستويات من قتل المدنيين بمعدل غير مسبوق منذ تولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة. كما أشار غوتيريش إلى أن الغالبية العظمى من القتلى في غزة من النساء والأطفال، كما أكد عدم وجود مكان آمن في القطاع. أنا قلق بشأن ما يجري حاليا. من السهل أن نوصل رسالة بسيطة إلى كل الأطراف: توقفوا عن اللعب بالنار، خففوا التصعيد، وإنهوا الأعمال العدائية طبقا لقرار مجلس الأمن 1701. سيداتي وسادتي من الهيئة الإعلامية، لقد حددت القلق بشأن نطاق عريض من المواضيع، وهناك مستوى غير مسبوق من الضحايا المدنيين والظروف الكارثية في غزة ومستقبل الرهائن والتوترات التي تزداد في المنطقة، وهناك حل واحد للتطرق لكل هذه القضايا. نحتاج إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا للتأكد من أن المساعدات تصل إلى من يحتاجها، وأيضا تسهيل الإفراج عن الرهائن وإطفاء شعلة الحرب، لأنه كلما ازدادت أو طال أمد الحرب في غزة كلما زادت سوء الحسابات. لا يمكن أن نرى في لبنان ما نراه في غزة، ولا يمكن أن نسمح لما يحدث في غزة أن يستمر. أصدرت وكالات الأمم المتحدة بيانا مشتركا حول تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن غزة تتعرض لمجاعة وأمراض معدية بسبب عدم وصول المساعدات. وأكد البيان المشترك ضرورة وجود تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد خطر المجاعة وتعرض مزيد من الناس لتفشي الأمراض الفتاكة. وقال رؤساء برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف ومنظمة الصحة العالمية إن إيصال الإمدادات الكافية إلى غزة
وفي داخلها يعتمد الآن على فتح المزيد من المعابر الحدودية والسماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية يوميا، والحد من القيود المفروضة على حرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية وضمان السلامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات وكذلك من يوزعونها. انهيار القطاع الصحي داخل غزة وضع لطالما حذرت منه المنظمات الدولية جراء تواصل الحصار الإسرائيلي واستهداف قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف والمراكز والطواقم الطبية بما يخالف القوانين الدولية والإنسانية. الطاقم الطبي والتمريضي المتبقي في غزة أكد أنه منهك ويكافح في نظام صحي منهار، حيث يعمل بأكبر من قدرته الاستيعابية في ظل ندرة الموارد والإمدادات الطبية. كمنظومة صحية منهارة جدا، احنا داخل الطوارئ منهارة، اغلب الادوات داخل العناية المكاتبة شو يقول لك الاصابات مش موجودة، المحلول الملحي اللي هو محلول ملحي امس احنا من الصباح لغاية المساء ما فيش محلول ملحي. علاج الجرحى دون مخدر، مداواة المرضى دون دواء، مصابون يفترشون الارض لعدم وجود اسرة داخل بقايا مستشفى انهارت جدرانها جراء القصف المتواصل، بينما يهرع الأطباء والممرضون بين أروقة المشفى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بأقل الوسائل المتاحة. لا يوجد أسرة، لا يوجد علاجات، يعني حتى أغلب معظم الأدوية الموجودة داخل الطوارئ لا تغطي احتياج أي مريض، يعني لا تغطي أي احتياج. أصبحنا الآن يعني بسبب عدم وجود الأدوية، هذا الدواء له بديل ملوش بديل، هذا متوفر هذا مش متوفر، معظم العيانين أو المريضين بياخذ الرعاية الصحية الكافية اللي المفروض أنه هو يأخذها، يعني شغالين بقلل الإمكانيات لكن شغالين، فيش بديل لذلك. يعني الطاقم منهار، الطاقم الطبي أغلبه مريض، لكن ما فيش مجال أنه أنت تسيب المكان وتروح لأنه حلفين قسم طبي، يعني المنظومة الصحية منهارة، الكادر التمريض منهار. أولئك الذين حالفهم الحظ بالوصول إلى مستشفى ناصر في خان يونس دون استهدافهم المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم يجدوا الراحة في المستشفيات المنهارة، إذ يعانون قلة الدواء التي تسكن أوجاعهم وقلة الموارد التي تقيهم من برد الشتاء. نازح من غزة وجينا على مستشفى ناصر وللأسف الشديد نايمين في الممرات، وللأسف الشديد المنظومة الصحية في مستشفى ناصر سيئة جدا، ما فيش علاجات، نتوجه لهذا للإدارة وللاستقبال بقول لك فيش أدوية، فالوضع مأساوي جدا ومش قادرين، يعني احنا مرميين في البرد يعني في الهواء. المعاناة الإنسانية المتفاقمة داخل قطاع غزة دخلت شهرها الرابع أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لا يزال عاجزا عن إيقاف آلة القتل الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين العزل داخل قطاع غزة. قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن قطاع غزة يواجه حالة انهيار، وإن 90% من سكان غزة تعرضوا لتهجير قسري. وفي بيان للأونروا بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب في غزة أن عددا كبيرا من العائلات والأسر الفلسطينية أجبروا على ترك منازلهم بشكل متكرر بحثا عن مكان آمن لهم بعيدا عن الأعمال الوحشية والقصف المستمر من قبل لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت الوكالة إلى أن هناك ما يقرب من 1,400,000 نازح مقيم في 154 منشأة تابعة للأونروا في كل من مدن قطاع غزة الخمس، و160 ألفا بمدينة غزة، وأكثر من 500,000 آخرين ملتجئون قرب تلك المنشآت وتصل إليهم مساعدات إنسانية من الأونروا. يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها. يأتي ذلك فيما يعاني قطاع الاتصالات من الاستهداف المستمر بعد أن وصل حجم الدمار إلى ما يزيد على 80%، إضافة إلى تعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية. Go!
جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التأكيد على رفض الأردن القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية. كما شدد العاهل الأردني على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى القطاع. وفي الوقت نفسه دعا عاهل الأردن إلى ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وتجنب المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الوضع كارثي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليها، وشدد الصفدي على ضرورة التحرك الدولي لوقف الجنون الإسرائيلي بحسب تعبيره، لأن استمرار الحرب يؤكد أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الأردن مستمر في موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية وهو الوقف الفوري لإطلاق النار وإيجاد أفق سياسي لحل القضية لتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ضرورة صدور قرار عاجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، معربا في كلمته بجلسة الحكومة بمدينة رام الله عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيا ومستندا إلى القانون الدولي. العدوان وجحيم المحرقة والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل والتعذيب والقتل اليومي الذي ذهب ضحيته ما يقارب 100,000 إنسان بين شهيد وجريح ومفقود، و1.7 مليون إنسان نزحوا من بيوتهم المدمرة. هذه حقيقة الأحداث التي تجري في قطاع غزة اليوم، وعليه فإن محكمة العدل الدولية تنظر بهذه الجرائم. إننا نأمل أن لا يتم تسييس المحكمة وأن يكون قرارها مهني قانوني مستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومع إدراكنا أنه سيتم استبدال القضاء مع نهاية هذا الشهر، فإننا نأمل أن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان قبل ذلك. لا يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يحصد أرواح الأبرياء ويدمر مقومات الحياة داخل القطاع، حتى تحولت مدن بأكملها إلى ركام وأطلال، وأصبح المدنيون يحيون في أوضاع أقل ما توصف بأنها كارثية ولا إنسانية. منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد قطاع غزة وسكانه المدنيين في 7 أكتوبر الماضي، يسقط كل يوم العشرات من الشهداء والمصابين، وأما من نجا من الموت فقد أصبح شريدا في خيام لا تقيهم بردا أو حرا، بلا أي أمل في العودة بعد أن تحولت بيوتهم إلى أطلال وركام بفعل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل. ودور اتدمرت، 70% من دور قطاع غزة اتدمرت، ولا ونرجع غزة نروح ولا نقعد؟ دورنا كلها اتدمرت في غزة، دورنا كلها راحت، أسواقنا، مدارسنا، جامعاتنا، مؤسساتنا، كل شيء إلنا في غزة، فيش إلنا غزة ملهاش معنى حياة. لو بدنا نرجع غزة لنا خيمة زي هذه نقعد فيها، مكتوب علينا إحنا نعيش حياتنا، مهجرين الـ 48 ونتهجر في الـ 2024. المخيمات التي تكدست داخل خيامها البلاستيكية الهشة، ألوف العائلات النازحة أصبحت كما السجون المفتوحة في ظل النقص بل وندرة المواد الغذائية الأساسية وحتى المياه الصالحة للشرب، وذلك بعد أن عطل الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع عجلة الحياة به. عايشين في يعني في فقر، في قلة شيء، قلة الراحة، قلة الأكل، قلة الشرب، قلة كل شيء، معاناة. المية بروح آخر الدنيا عشان يجيبوها، الأكل بروح آخر الدنيا عشان يجيبوه، ومرة بيجيبوه ما يجيبوش، بروح على المخبز يصفوا من هان طوابير من هان آخر الحدود عشان يطلق 10 ترك في 5 ترك فيوديهم لأولاده طعمياهم. واحد بيستنى قالون المي، بقعد من هان لآخر الحدود
واستنى عشان صحيله جالون مي. ورغم أنه منذ النكبة في عام 1948 مرت على الأراضي المحتلة محن ومآس بل ومجازر كثيرة، إلا أن ما يشهده قطاع غزة من عدوان وحشي منذ أكثر من 100 يوم قد فاق كل تلك الكوارث مجتمعة، حيث تحول القطاع إلى مكان غير صالح للحياة بل إلى جحيم على الأرض. مر علينا 100 يوم والله العظيم بالعمر كله، يعني من أسوأ الأيام اللي شفناها بحياتنا. حس حالنا كأننا في كابوس مش عارفين نطلع منه، ولا عارفين شو اللي بده يصير بعد هيك، يعني أكثر من هيك شو بدنا نشوف، يعني والله العظيم تعبنا. المعاناة الشقة التي يكابدها سكان غزة طوال ساعة يومهم وليلهم لم تتوقف عند الأحياء بل امتدت لتشمل من هم في الأرحام، حيث تواجه النساء الحوامل انعداما تاما في الرعاية الطبية التي يجب أن يحصلن عليها أثناء حملهن، ناهيك عن مصير قاتم ينتظر كل جنين سوف يولد في خيمة بعد أن تحولت مستشفيات القطاع إلى خرائب. الآن وبعد 100 يوم أنا حامل بالشهر السادس من أول الحرب لحتى الآن، لا عارفة أروح أسجل الحمل ولا عارفة أعمل فحوصات، ما بعرف البيبي إيش وضعه، ما بعرف والله ما بعرف عنه إشي، يعني غير تعب الحمل، تعب يعني لا يخفيكم كيف تعب إرهاق المرأة وهي حامل. يعني العدوان الذي يمارسه الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة صدم الرأي العام العالمي وجعل الكثير من الأصوات تطالب بوقف إطلاق النار، ولكنها دعوات لا تجد حتى الآن أذانا صاغية أو إرادة حاضرة لإنفاذها. لم يترك العدوان الإسرائيلي على غزة شخصا في القطاع دون أن يترك آثارا جسيمة على حياته، إذ لم يفرق العدوان بين الطبقة الاجتماعية أو التعليم أو العمر. نعيم اللباد رجل أعمال فلسطيني كان يعيش وضعا اقتصاديا مستقرا، إلا أن 100 يوم من العدوان نقلت أسرته من حال إلى حال. جروح غائرة يتركها العدوان الإسرائيلي على غزة يوما تلو الآخر، ليس فقط في أجساد عشرات الآلاف من المصابين وإنما في نفوس ملايين من سكان القطاع الذين أصبحت حياتهم نفسها أثرا بعد عين. وضع اقتصادي مستقر كانت تحياه عائلة نعيم اللبات في غزة، إذ كان نعيم رجل أعمال يعمل في استيراد وبيع المنتجات، وهو العمل الذي أمن له على مر الأعوام بناء منزل له ومنازل أخرى لأبنائه، حتى عندما كانت الظروف في القطاع صعبة تمكن اللباد وعائلته من العيش حياة مريحة. لكن قبل نحو 100 يوم انقلب الحال رأسا على عقب. كل مالنا راح، محلاتنا انحرقن وبيوتنا انحرقن، مخازننا وكله بضاعتنا حوالي 20-30 كونتينر راحن. احنا يعني كنت كل شهرين ثلاثة تلاقي إلي سفرية، أنا دائما كنت في الصين في تركيا في مصر، يعني دائما أنا تاجر وإخواتي تجار ومعروفين ومناش في المشاكل هذول، لكن اتبهدلنا. اليوم هذا انت شايف ايش بنشتغل اليوم عشان نطلع رزقتنا، هذا احنا بنعمل مناقيش وبنعمل فلافل وهذول مدبرين حالنا، وفي الخيام والمية مش ملاقينها. اضطر اللباد وعائلته الى الفرار من شمال القطاع تاركين كل ما يملكونه وراءهم، حتى وصلوا الى منطقة المواصي جنوبي القطاع والتي يسكنها عشرات الالاف من السكان النازحين، حيث قامت العائلة ببناء مكان غير مستقر للإقامة بالبلاستيك والخشب بجوار أقرباء آخرين في نفس الحالة. عايشين قبل 100 يوم بجنة على الأرض، مباني بدور بأملاك بحياة رفاهية غير شكل، من يوم ما إجت الحرب ما ضللناش إشي، دورنا بيوتنا مالنا حالنا كله راح، انحرق انقصف أولادنا، في إلنا أولاد استشهدوا، ما ضللناش إشي، جينا تهجرنا من مكان لمكان بالآخر بخيمة، وهنا زي ما انت شايف هاي حالنا. طبعا عمري ما توقعت اني اعمل مناقيش وابيع وننهان بالشغل والتعب والشقة عشان نطلع لقمتنا، عمره ما توقعنا هذا الاشي، ولا عمرنا ان اجا في بالنا انه هيك تصير فينا. بصير حروب بنضلنا في دورنا، بصير قصف بنضلنا في دورنا، بس نطلع من دورنا ونتهجر وننحرق مالنا وحالنا كله يروح، لا عمره ما اجى في بالنا هذا الكلام يصير.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فقد نزح حوالي 1,800,000 فلسطيني، أي ما يعادل 85% من سكان غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع، وسط تخوفات من تفاقم أعداد الذين يواجهون الجوع والمجاعة الكارثية لأكثر من ربع السكان. ومع تجاوز العدوان الإسرائيلي على غزة يومه 100، ما زال مشهد الدمار والخراب اللذين خلفهما قصف الاحتلال حاضرا في كل أرجاء القطاع وسط أزمة إنسانية متفاقمة لم ترحم كبيرا أو صغيرا. في التقرير التالي نستعرض ملامح المعاناة التي تتجدد مع بزوغ شمس كل يوم جديد على غزة. يوم جديد تشرق فيه الشمس على صمت النفوس ودوي الانفجارات، على ركام وحطام وأطلال منازل انهارت من الغارات. هنا غزة، مدينة أشباح توشحت بالسواد والرماد. هنا حيث انهكت الأرواح الناجية من ويلات العدوان، وآلاف راحوا دون جنازة أو وداع. والله أنا بعد 100 يوم من الحرب، أنا كل يوم لازلت باجي على البيت هان، الحمد لله رب العالمين. كل يوم بأجي على الركام هانا، في إلنا ضايل 3 أطفال، عمر وجن، عمر وماسة وعبد الله. لعل وعسى الواحد يقدر إنه يطلع رفاتهم أو إنه يلقي النظرة الأخيرة على ما تبقى منهم يعني. والحمد لله رب العالمين، قضاء وقدر كان سابق يعني، ونسأل الله إنه نطلعهم على خير ونشوفهم. أطفال صغار، 16 طفل. هنا فقط يتحول بقايا منزل منهار لشاهد قبر يعود إليه الناجون من غارة الاحتلال العشوائية لاشتياقهم لأرواح أولئك الذين ذهبوا دون ميعاد أخذين معهم حلو الذكريات. وقفنا على 100 يوم من الحرب والقصف الدار، 22 شهيد، 3 أطفال ما زالوا تحت الأنقاض. كل يوم بجانب بتحصل عليهم 3 أطفال تحت الأنقاض، من نفس نطلعهم وندفنهم زي الأدمين، قلب تحصل عليهم من نزف دم لما نجي أقول هان. وهنا أيضا أبطال الدفاع المدني خارت نفوسهم من ويلات المشاهد التي عاشوها، وباتوا يواجهون صعوبات تتفاقم يوما تلو الآخر في الوصول لجثامين شهداء تحت الأنقاض في ظل نقص المعدات اللازمة لذلك. بعد 100 يوم نواجه صعوبات شديدة وكبيرة، صعوبات تتعلق بالجانب والبعد النفسي لطواقم الدفاع المدني التي تتعامل بشكل مباشر مع الجثث ومع المواطنين الذين لهم ما يزيد عن 2 شهر تحت الأنقاض تم إخراجهم. كذلك نعاني من قلة الإمكانيات وشحة وتعطل البواجر والكبشات. دمار وخراب ونفوس منهكة وأخرى مفقودة، مشاهد قصي عنيفة يعيش تفاصيلها سكان قطاع غزة المحاصرين من عدوان غاشم لم يعرف للإنسانية سبيل. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن مؤسسة صناع الخير إحدى كيانات التحالف نظمت قافلة مساعدات ضمن مبادرة مسافة السكة لدعم الأشقاء في قطاع غزة. وتحتوي القافلة على كراتين مواد غذائية وملابس وأدوية وأغطية شتوية. عندنا أكتر من 2000 كرتونة مواد غذائية، بقى عندنا أكتر من 1000 كرتونة مستلزمات طبية وأدوية، بقى عندنا تقريبا أطنان من الدقيق، أطنان من الرز، بقى عندنا دعم كبير جدا، دعم هائل مع قيادات التحالف الوطني ومؤسسة صناع الخير. قدرنا ان احنا نوصل المساعدات بتاع اهالينا اللي ده شغلهم وده مجهودهم بأمانة، يعني اهالينا في غزة
انتوا في قلبنا وهتفضلوا في قلبنا واحنا معاكم. صناع الخير والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي نجحوا انهم يوصلوا المساعدات الى اهالينا في القطاع، عشان كده النهارده بيكمل معانا اهالي اجا مرحله تانية المساعدات فيها بتتضاعف 3 أضعاف المرحله الاولى، وان شاء الله باذن الله الخير دايما موصول. معانا ادويه ومعانا منظمات طبيه، معانا ميه، معانا كل انواع الاغذيه بكل انواعها. فضل ربنا قدرنا نجمع جزء كبير جدا جدا جدا، عملنا اكتر من 12 عربيه. فضل ربنا وصول اهلنا في غزه بسلامه. اطنان من المساعدات الحمد لله، بالنسبه للمساعدات الغذائيه الدوائيه الدقيق كل حاجه الحمد لله. نظمت نقابة الصحفيين يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحت عنوان 100 يوم إبادة. وتضمن اليوم معرضا لصور شهداء الصحافة وأثار العدوان ومؤتمرا صحفيا بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة حول خطوات وإجراءات محاكمة قوات الاحتلال على جرائمها، فضلا عن توثيق جرائم العدوان خلال 100 يوم من الإبادة الممنهجة. وشدد مجلس نقابة الصحفيين على دعمه لكل الخطوات الرامية لإنهاء الحرب وعلى كل المساعي التي تقوم بها الدولة المصرية لزيادة كميات المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، رافضا مزايدات بعض الأطراف بهذا الشأن. نحن ندرك حجم الجريمة بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا لن نتوقف عن المطالبة بالحق الفلسطيني، لن نتوقف عن المطالبة بمحاكمة مجرم الحرب الذين يستهدفون الأطفال ويستهدفون الصحفيين. هي محاولة الانتصار أيضا لزملائنا على الصحفيين الذين كتبوا بصمودهم هزموا بصمودهم الرواية الصهيونية أو حاولات التزييف الوعي الدولي، و وقدموا أكثر من 107 شهيد. النهاردة يوم بطلنا، أو يعني نحاول أن نرسل رسالة للشعب الفلسطيني وللصحافة الفلسطينية وممثلها الذي اخترناه لينال جائزة حرية الصحافة الزميل وائل الدحدوح. هي محاولة نقول أنه أن بطولته لابد أن تخلد، أن بطولته هي عنوان لابد أن نقف وراءه، وهي جزء من ذلك أننا أيضا سنتقدم بملف كامل لترشيحه لجائزة الشجاعة الدولية التي تقدمها اليونسكو. أنه موقف محترم من نقابة الصحفيين يعبر عن ضمير الصحفي المصري وعن ضمير المواطن المصري أيضا غير المنفصل على الإطلاق عما يحدث في فلسطين، ورمزية إعطاء هذه الجائزة للصحفي الفلسطيني الصامد والصابر الذي الحقيقة مثل نموذجا في الصمود وفي المهنية الصحفي وائل الدحدوح حينما يعبر عن الموقف المصري والذي يساند الصامدين على أرضهم والذين يتعرضون لأبشع أنواع المجازر في فلسطين. يواصل معبر رفح البري عمله في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الكبيرة منذ بداية التطورات في غزة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نجاح الضربات على الحوثيين في اليمن وتحقيق أهدافها. وخلال كلمته أمام جلسة لمجلس العموم البريطاني أكد سوناك أن القوات البريطانية جاهزة لردع الحوثيين مجددا إذا تطلب الأمر، كما أعلن أن الهجمات في البحر الأحمر قد تؤدي إلى تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن. قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن بلاده ستنتظر وترى قبل أن تقرر شن ضربات عسكرية جديدة ضد الحوثيين في اليمن من أجل حماية الشحن الدولي. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الأيام الماضية غارات على أهداف حوثية في اليمن، وذلك لإضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تريد صراعا مع الحوثيين في اليمن، وقال كيربي إن واشنطن اتخذت الخطوات اللازمة تحسبا لأي هجمات انتقامية، مشددا على أن الغارات الأمريكية ضد الحوثيين كان لها أثر إيجابي في عرقلة قدرتهم على شن هجمات على السفن في البحر الأحمر. وافقت سويسرا على استضافة قمة عالمية للسلام في أوكرانيا بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقال زيلينسكي إن المسؤولين الأوكرانيين سيبدأون خططا لعقد مؤتمر السلام العالمي في سويسرا. وأضاف زيلينسكي في تصريحات له أن بلاده تريد أن تشارك الصين في صيغة السلام الخاصة بأوكرانيا. بدورها قالت رئيسة سويسرا فيولا أمهرد إن نظيرها الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب من بلادها تنظيم مؤتمر سلام رفيع المستوى، وأوضحت أن سويسرا ستناضل من أجل السلام الدائم والعادل في أوكرانيا. أكثر من 80 دولة اجتمعت في سويسرا للبحث في صيغة للسلام بأوكرانيا اقترحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. مستشار الأمن القومي في 83 دولة شاركوا في جولة رابعة من مناقشات مبنية على اقتراح قدمه زيلينسكي يتضمن 10 نقاط لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا بعد نحو عامين على شن روسيا هجومها العسكري الواسع على البلاد. وركزت المحادثات خصوصا على اعتماد معايير لوضع حد للأعمال القتالية وانسحاب القوات الروسية وتحقيق العدالة ومنع أي تصعيد جديد. وقال أندري إرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن المحادثات كانت مفتوحة وبناءة بشأن المبادئ الرئيسية لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم لأوكرانيا. وأضاف أنه على الرغم من وجود خلافات بشأن كيفية تحقيق ذلك إلا أنه أشار إلى وجود تقارب بشأن المبادئ الأساسية للاستقلال والسلام الإقليمية والسيادة وقواعد القانون الدولي والنظام الأساسي للأمم المتحدة. من جهته قال وزير الخارجية السويسري إن السلام هو أبرز ما تحتاجه أوكرانيا، مشددا على ضرورة الحد من تفاقم الأزمة. وأكد وزير الخارجية السويسري إن المحادثات تهدف إلى الاستعداد للحظة التي قد تنضم فيها روسيا إلى محادثة السلام، لكنه أشار إلى أن موسكو وكييف غير مستعدتين فعليا لتقديم أي تنازلات. ورفضت روسيا التي لم تتلقى دعوة لحضور أي من الاجتماعات المبادرة ووصفتها بأنها متحيزة، مشيرة إلى أن هذا ليس هو هدف مؤتمر ديفوز. وعقدت 3 اجتماعات على مستوى مستشاري الأمن القومي على التوالي، كان آخرها في مالطا في أكتوبر الماضي للبحث عن حل للأزمة الروسية الأوكرانية. أعربت الصين عن رفضها الحازم لأي تواصل رسمي بين تايوان والولايات المتحدة في أعقاب زيارة وفد أمريكي غير رسمي للجزيرة. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن بكين لطالما عرضت وبحزم أي شكل من أشكال التواصل الرسمي بين واشنطن وتايبي، فيما أكدت الولايات المتحدة أن وفدها في تايبي غير رسمي. بينما أكدت الولايات المتحدة أنها لا تدعو مستقلال تايوان، زار وفد أمريكي غير رسمي تايبي التي لا تقيم معها واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية. ويضم الوفد مستشارا سابقا للأمن القومي ومساعدا سابقا لوزير الخارجية
ويقوده المعهد الأمريكي لتايوان، وهو بمثابة سفارة أمريكية في الجزيرة. وأعربت تايوان عن أملها في أن تتمكن الولايات المتحدة من مواصلة الدعم لها، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن السلام والاستقرار في مضيق الجزيرة. في المقابل أكدت الصين رفضها الحازم لأي تواصل رسمي بين تايوان والولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إنه لطالما رفض بكين بحزم تدخل الولايات المتحدة في شؤون الجزيرة بأي شكل من الأشكال وبأي حجة كان. وطالبت الخارجية الصينية الولايات المتحدة بإدراك التعقيدات القصوى لقضية تايوان وحساسيتها واحترام مبدأ الصين واحدة، وأن تعيد تأكيد تصريحات المسؤولين الأمريكيين المتكررة بأنهم لا يؤيدون استقلال تايوان. وتعد تايوان من أكبر القضايا الخلافية بين الصين والولايات المتحدة والدعم العسكري الرئيسي للجزيرة، إذ تعتبر بكين تايبي جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت بإعادتها إلى كنفها بالقوة إن لزم الأمر. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية شاهد حقيقي على حجم آمال وتطلعات الجمهورية الجديدة التي أطلق خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021. وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أن مواكبة التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطور كبير في مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذي وصفه بأنه دستور مصر الثاني باعتباره الظهير التشريعي الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم. في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، فيما أرجى الموافقة على مشروع القانون في مجموعه لجلسة الغد. يأتي مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية، شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلق خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات، لتشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر. ويعمل مشروع القانون على تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة، فضلا عن ترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، حيث يأتي مشروع القانون تنفيذا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور. جاء هذا التعديل متسق مع نصوص الدستور المادتين 96 والمادة 240، واللي تحدثت عن فترة 10 سنوات يتم خلالها إصدار قانون يتيح الطعن أمام الاستئناف الجنايات. وبالفعل النهاردة بيتم الاستجابة إلى هذا الاستحقاق الدستوري. أيضا في نص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في البند المتعلق بضمانات المحاكمة المنصفة والعادلة، كان هناك توصية رئيسية هي التوصية الأولى في هذا البند، كانت تتحدث عن إصدار قانون لاستئناف الجنايات. درجات التقاضي في الجنايات كانت على درجة واحدة قبل مفهوم هذا القانون، لكن بانطلاق هذا القانون وإقراره اليوم في مجلس النواب هيبقى عندنا إمكانية استئناف مواد الجنايات
وده أمر مهم جدا، لأن كان عندنا بعض الأمور كان يجب النظر فيها مرة أخرى من خلال محكمة استئنافية، بالأخص أن مواد الجنايات بتحمل عقوبات قاسية وشديدة. فبالتبعية إحنا النهاردة في يوم من أهم الأيام للمهتمين بالعدالة الجنائية والمهتمين برسالة حق الدفاع. كما وافق المجلس على القرار الجمهوري رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين الحكومة وصندوق النقد العربي. صندوق النقد العربي هو صندوق مكون من جميع الدول العربية، وهو أنشئ سنة 1976 وبدأ ممارسة عمله 1977، ومصر أحد الدول الأعضاء فيه، وهو له 6 أغراض أساسية، وأهم غرض فيه اللي هو إصلاح ميزان المدفوعات. إحنا الاتفاقية اللي تم الموافقة عليها النهاردة اللي هو قرار رئيس الجمهورية 473 لسنة 2023 فيما يتعلق باتفاقية قرض الخاصة بالإصلاح الهيكلي السابع اللي بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي. وخلال الجلسة أحال رئيس المجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك بعدما جاء رد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعدم وجود مخالفات دستورية. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإيرادات. جاء ذلك خلال عقد اجتماع لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة في الدولة، لا سيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الجهود المبذولة في نشر وتطوير المنشآت الثقافية المتنوعة بمختلف المحافظات وتفعيل دورها في نشر الفنون والمعارف. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لاستعراض موقف المنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان، حيث تمت الإشارة إلى أن المنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح في أسوان تتضمن مكتبة مصر العامة بمدينة أسوان التي تم إنشاؤها على مساحة تصل إلى 3200 متر مربع. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع الأغطية الشتوية على المستحقين بكافة قرى ومراكز محافظة الفيوم من خلال حملة شتاء دافئ التي أطلقتها منذ أيام، حيث يقوم متطوعو التحالف بحملة طرق الأبواب للوصول للمستحقين داخل منازلهم بالمحافظة، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، نظمت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الأقصر معرضا للسلع والمواد الغذائية للمواطنين، وذلك بأسعار مخفضة. افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت مكتب بريد أسيوط مع شات التاريخي بعد ترميمه وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية وخدمات مصر الرقمية والخدمات المالية المتكاملة. وأكد وزير الاتصالات أن البريد المصري يعد أحد أهم ركائز تحقيق استراتيجية مصر الرقمية في ضوء التوسع والتنوع في الخدمات التي يقدمها لتلبية متطلبات المواطنين عبر منافذه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي تصل إلى 4527 مكتب بريد، لافتا إلى أن خطة تطوير مكاتب البريد أثمرت حتى الآن عن تطوير نحو 3840 مكتب بريد. من جانبه قال رئيس البريد الدكتور شريف فاروق
إن افتتاح مكتب بريد أسيوط معاشات يأتي ضمن تنفيذ خطة الهيئة القومية للبريد الاستراتيجية الشاملة التي تشمل تطوير ونمذجة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية اعتمادا على أحدث الأنظمة. احتفلت محافظة أسوان بعيدها القومي والذي يأتي مع الذكرى السنوية لانتهاء بناء السد العالي في 15 من يناير عام 1971. نتابع المزيد في التقرير التالي. جديد سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد. أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد. جايين النهاردة وجايبين الأولاد والأحفاد عشان نحتفل بعيد أسوان القومي، ونهنئ السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. طبعا ده يوم عظيم اللي هو يوم بناء السد العالي، وبالمناسبة دي بيبقى عيد أسوان القومي لمحافظة أسوان الجميلة الناس كلها بتحبها. احنا جينا هنا أنا وأخواتي وأصحابي، جينا عشان نحتفل في أسوان القومي. ربنا يخلينا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تحيا مصر. This is the first time I come to Egypt. هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها مصر، والمرة الأولى لزيارة أسوان أيضا. مناظر جميلة والعديد من المواطنين يستمتعون هنا، ومن المتوقع أن أعود إلى هنا مرة أخرى. بحرص كل سنة أن أنا أكون هنا، لأن بتشرف أن أنا أكون في هذا الصالح العظيم السد العالي، لأن والدي وأفخر أن هو من بنات هذا السد العالي، وأن هو ماخذ نشان من الطبقة الخامسة من السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان مسمينه في هذا الوقت وطلعوه في الجرائد الفتى الأسمر متحدي الجبال، أن هو كان بينزل الصخور العالية الكبيرة دي. جايين هنا بأخواتنا وعائلتنا، وكل سنة بنيجي على عيد أسوان القومي. تحيا مصر. أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا، أصواني أنا، أصواني أنا مش أي حد. أدانت الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بشكل ملحوظ، كما توقعت بعض التقارير انكماش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الحالي. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي. خيمت الأزمة الاقتصادية على إسرائيل في أعقاب حربها الأخيرة على قطاع غزة، فبينما تعد قوة اقتصادية إلا أن الحرب أحدثت تصدعات عميقة في بنيانها الاقتصادي، تاركة آثارا سلبية على مختلف القطاعات. الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، حيث توقعت بعض التقارير انكماش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الحالي. هذا وأشارت التقارير إلى فقدان آلاف الوظائف في قطاعات مختلفة خاصة السياحة والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة. وفي هذا الصدد قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحكومة وافقت على تعديل موازنة العام، وذلك بعد نحو 3 أشهر من الحرب في قطاع غزة، حيث وافقت الحكومة على ميزانية معدلة في العام الجاري تشمل تمويلا إضافيا قيمته 15 مليار دولار. التمويل الإضافي يشمل مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب، إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم. في غضون ذلك تردد المستثمرون الأجانب في ضخ استثمارات جديدة في إسرائيل خوفا من مخاطر عدم الاستقرار.
واصل بركان شبه جزيرة ريكانيس بأيسلندا ثورانه، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في أيسلندا أن ثوران البركان هو الخامس في شبه الجزيرة خلال عامين. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي. صور مذهلة أظهرت ثوران بركان جديد بجنوب غربي أيسلندا قرب موقع ثوران بركاني سابق وقع في ديسمبر الماضي. ومع تصاعد النشاط البركاني أجلت السلطات أهل البلدة بعدما حدث شق في جانب السدود التي بدأ بناؤها شمال المدينة، كما أظهرت مشاهد حية تدفق الحمم البرتقالية اللون وخلفها سماء معتمة فيما كان اللهب منتشرا ويغطي المكان بشكل مروع. ويعد هذا البركان خامس ثوران في أيسلندا خلال عامين، حيث كان الأخير في 18 من ديسمبر الماضي وفي نفس المنطقة جنوب غربي العاصمة ريكيافيك. وتعد أيسلندا هي أكثر الدول في أوروبا من حيث حدوث 32 نظاما بركانيا نشطا، حيث تم إخلاء مدينة جراندافيك في 11 من نوفمبر من العام الماضي كإجراء احترازي. ومنذ ذلك الحين سمح للأهالي بالعودة لفترة محدودة قبل الإعلان عن أوامر إخلاء مجددا. ورياضيا، خاض المنتخب الوطني تدريباته على ملعب جاردن بوتنيك بالعاصمة الإيفورية أبيجان استعدادا لمواجهة غانا الخميس المقبل في 10:00 مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية. وشهد الميران تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضوا مباراة موزمبيق، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية ثم تقسيمه. وتعادل المنتخب الوطني في الجولة الأولى مع نظيره الموزمبيقي بهدفين لمثلهما في مستهل مشوار الفراعنة في منافسات المجموعة الثانية من البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار. تعادل منتخبا الجزائر وأنغولا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في مدينة بواكي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية. جاء هدف المباراة عن طريق النجم بغداد بنجاح في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل مابولولو لاعب الاتحاد السكندري بهدف في الدقيقة 68 من عمر اللقاء. كما استهل منتخب السنغال حامل اللقب النسخة الماضية مشواره بالنسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا 2023 بالفوز بثلاثية نظيفة على نظيره الجنبي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. وتصدر منتخب السنغال ترتيب مجموعته مؤقتا بثلاث نقاط، فيما تذيل غامبيا دون رصيد. تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره الغيني بهدف لكل منهما في إطار منافسات المجموعة الثالثة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية. وسجل هدف غينيا اللاعب محمد بايو في الدقيقة 10، وفي الدقيقة 51 تمكن فرانك ماجري من التعادل لمنتخب الكاميرون. وخاض منتخب غينيا المباراة في الشوط الثاني 10 لاعبين بعد طرد اللاعب فرانسوا كامانو. كما يستهل اليوم منتخب تونس أولى مواجهته في بطولة كأس الأمم الإفريقية بلقاء نظيره منتخب ناميبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر البطولة. وتسعى تونس لتقديم بطولة جيدة والمنافسة على اللقب الأغلى في القارة السمراء. ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الثلاثاء في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.
حقق المنتخب الأردني فوزا كبيرا على نظيره الماليزي برباعية نظيفة في المباراة التي جرت في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا. وبهذه النتيجة يتصدر الأردن ترتيب المجموعة متقدما بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الدفء على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. في الختام دائما تذكرة بأبرز العناوين. عشرات الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. المنظمات الأممية تجدد تحذيراتها من تردي الأوضاع في غزة وتدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار داخل القطاع. وكييف وبرن تعلنان الإعداد لتنظيم قمة للسلام بشأن أوكرانيا في سويسرا. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. ختاما تقبلوا تحيات الزميلة سوزان شرارة وأنا لؤي أباظة. إلى اللقاء.